مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش تقدروا تعيشوا ب 50 درهم في النار. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديالهم خليكم معنا بكل تواضع. الاخ واش تقدر تعيش ب 50 درهم في النار؟ 50 درهم اخويا هاد الساعه ما دايره لك والو، ما تقدرش تعيش بها. ما نقدرش نعيش بها، عندي المصاريف، عندي الكراء، عندي الوليدات كيقراو، ما نقدرش نعيش ب 50، 50 درهم وعندي الترانسبور ما توصلني فين 50 درهم؟ هاد 50 درهم فين غاتوصلني؟ دابا عندك الترانسبور 10 درهم ديال الترانسبور، وعندك اسيدي الكرا 1500 درهم ديال الكرا، يا عندك 1800 درهم زيد 1500 درهم، إلا درتي كاع الاقتصاد، إلا درتي الاقتصاد كامل راه خصك بعدا واحد 3500 درهم. في نظرك دابا إنسان عادي بشحال يقدر يعيش في النار؟ العادي واش اللي مجوج ولا من اللي ما مجوج؟ المهم عادي كي مجوج كي ما مجوج. لا حيت كاين الفرق بين المجوج واللي ما مجوج، اللي زفري هذا نديرو العادي اللي ما مجوج شحال تقدو؟ إلا ما مبليش. اللي ما مبليش شحال؟ اللي ما مبليش تقدو 50 درهم تقدو. ولا كان مبلي؟ 80 درهم حتى 100 درهم. واللي مجوج؟ مجوج عندك بعدا واحد 150 درهم في النهار ضرورية أضعاف الإيمان 1150 درهم. بكل تواضع. بكل داكشي اللي كاين. تحية. قاصحة شوية، هنايا في كازا صعيبة شوية. صعيبة. انت مجوج ولا باقي ديال راسك؟ لا باقي. وما تقدكش 50 درهم؟ لا. وفي نظرك شحال الانسان يقدر تقدو في النار؟ وهي على حساب بزاف المصاريف اللي كيديرهم بنادم، وانا كنقول لك على حساب هنايا في كازا مثلا شويه قاصحه 50 درهم في النار، فهمتي؟ كتعرف الترونسبور بزاف الحوايج ديال بنادم خصو يديرهم، يعني 50 درهم راه كتمشي لها في الترونسبور بعد. هذه في كازا؟ في كازا بلايص خرين. خارج كازا؟ خارج كازا راه 20 درهم تقدر تقدير بنادم الغار. 20 درهم تعيشك في النار؟ تقدر على حساب بلايص اخرين راه مزيانه، فهمت؟ بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. الله يحفظك ليا، شكرا. معلوم تعيش ب 50 درهم في النار. تعيش بها، عندك اسيدي عندك جوج مسمنات فيهم عسيله. عندك مسمنه 40 ريال وحده، جوج مسمنات، جوج كيسان داتاي. ها؟ هيا. دير فيهم عسيله، دير سمينه. لا دير العسل. ها؟ العسل راه فابور. فهمتي؟ عندك 6 دراهم، انت فطرتي شايط عليك 4 ديال الدراهم، ساليتي غتمشي تقهوى، غتقهوى ب 6 دراهم، يعني شحال باقى؟ ها؟ باقى لك واحد 32 درهم، عندك اسيدي 10 دراهم غتمشي تغدى بها، 4 ديال الباسطيلات ديال درهم، ها؟ خبزة، كون نص فيه جوج باسطيلات، شوية الحرور، ومناضة ديال 70 ريال، شوية الحار ضروري ولاصوص ديال المطيشة بنينة هذا كيدير البنة، انت تغديتي، عرفتيني بالليل تقدر دير كوتي ما بين العشية جاك شوية جاك الجوع. مسيمنا عادي زعما العشاء تقدر تاخذ الشعريه، الشعريه زلافه ديال البيصار مع شويه ديال الزيت العود، ها خبزه كاع مازال غتشيط لك اسيدي 160 ريال توفر. واش ما بغيتش تعيش؟ المغرب زوين، ها انا ما بغيتش نعيش، الحمد لله وشكره بكل تواضع. الحمد لله وشكره وشكون القناعه؟ قال لك شوف كاين واحد المرض قال لك سميته فقدان المناعه، ولكن المرض اللي كاين اخطر منه وهو فقدان القناعه. القناعة القناعة دابا القناعة ما بقاتش. هذا هو المشكل، بنادم راه يعيش. هذا الرأي ديالو بكل تواضع. تحياتي أستاذ. الله يحفظكم. ما نقدرش أنا. وعلاش؟ أنا تنعيش ب 100 درهم أنا بوحدي، دابا عندي شاحنة أنا في المرسى تنعيش ب 100 درهم راسي، ما تقدنيش بدون العائلة. بوحدك 100 درهم؟ بوحدي ما ديرش لي 100 درهم والو. وفي نظرك دابا الإنسان العادي يعني شحال تقدو في النار؟ الإنسان العادي إذا كان عنده وليدات ما تقدوش حتى 120 درهم، وهو ما تيصورهاش. 120 درهم ما تقدوش؟ ما تقدوش، وهو ما تيصورهاش. بكل العادي البسيط، انا تنهضروا على الطبقه البسيطه الكادحه، ما تنهضروش على المتوسطه ولا البرجوازيه. المتوسطه شحال تقدو؟ المتوسطه راه حوالي راه 150 درهم، راه الانسان راه تيخرج يضرب كافي على راسو، يخرج معاه في العشيه خاصو واحد 50 درهم على راسو. هذه كارو خاصو قهيوه خاصو داك سميتو ترونسبور كذا 50 درهم جات. اذا 50 ما بقاش قاضيه. اذا 50 درهم في النار ما قاداش. ما قاداش اخويا، 50 درهم صعيب على الانسان يعيش ب 50 درهم. تحيه. صراحة لا ما تقدنيش. وعلاش؟ علاش؟ حتى سمعي شي شوية، يعني أنا بالنسبة لي دوي على راسي، ما تقدنيش، تبغي ناكل، بزاف د الحوايج كنتشهاهم نشريهم. كونيكسيو؟ لا أبار كونيكسيو، هذاك الويفي كاع في الدار، ولكن بعض المرات تنبغيو نشارجيو، على حسب تبغي تخرجي تشهيك، تكسي في شي كافي، تشري شي حاجة، يعني على حسب كل واحد والنهار اللي النهار اللي كتخسري فيه، تقدري تخسري فيه حتى 100 درهم. يعني انا بالنسبه لي ما تقدنيش الف ريال. ماكسيمو انسان عادي شحال تقدو في النار؟ الانسان عادي بالنسبه لي 50 درهم راه تقدو تعيشو، يعني تفوتو الانسان عادي، ولكن بالنسبه لي انا انت ما تقدكش هو تقدو. تقدو حتى هو ما عندوش بحال هذاك الشيء انا اللي عندي، هو يقدر يقتصد
قصد بزاف د الحوايج. دابا هذاك الشيء اللي عنده هو ما عندكش انت. ماشي الماده زعما انا بالنسبه ليا كخسر بزاف، هو بالنسبه لي ما كيخسرش بزاف دوزو. بكل تواضيع. بكل تواضيع. تحيات. علاش ماله مش شايف فلوس؟ تقدري تعيشي بها؟ نقدر نعيش بها في النهار. في النهار؟ ولكن كاين واحد اخر ما يقدرش يعيش بها. كاين على حسب. ماكسيمو انسان عادي شحال يقدر تقدو في النهار؟ تقدر تقدو هذيك 50 درهم تقدر تقدو في النهار. تقدر تقدو؟ وكاين اللي مبلي. وليم بلي الله يعفو عليه. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. تحيات.